الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. والحقيقة النهاردة يوم طيب، إن أنا زرت الدكتور عبد الناصر في العيادة بتاعته، وكانت مفاجأة ليا ومفاجأة سعيدة جدا. يعني عيادة قيمة جدا وأنيقة وجميلة ولطيفة ونظيفة، وفعلا حاجة تناسب يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتمنى هي تنتشر. شفت حالات كتيره جدا من اللي عملها، وادعو الله ان ييسر للاطباء المسلمين هذا العمل حتى تنتشر السنه ويكون رحمه للعباد. واحنا نحب الخير للجميع يعني، ونتمنى يعني نيجي نزور المره الجايه كده يكون عنده بقى 5 6 اطباء شغالين، ويبدا بقى يعلم الاطباء حتى تنتشر السنه. وادعو الله له بالتيسير والبركه والتوفيق لما لمست فيها من حب تعليمه الحجامة لزملائه الأطباء والبحث. والحقيقة محتاجة بحث وأجمع من هنا ومن هنا حتى أنا أوضح للمسؤولين أهمية الحجامة وفايدة الحجامة والأساس العلمي في الحجامة، لأن الإنسان عدو ما يجهل. فلو قدرت أوضح له يبقى ده يعني رفعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحماية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة إن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت إن كلام الناس ده صح، اللي هو بنجيبه من الانترنت، لكن ما بنجيبش هذه الكتب والدلائل عشان نثبت ان السنه صح. لا، السنه صح ان الطب الهي قطعي، فهو يثبت لنا ان كلامهم صح. فيعني الانسان يجمع من الشرق والغرب حتى يكون سبب في اقناع الناس وحمايه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وادعو الله بالتوفيق لاخونا الدكتور عبد الناصر، وأن يجعل سبب من نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الدين كله في مشارق الأرض المغربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.